فاكر يا محمود ايام المذاكره في الشتاء؟ طبعا. انا هعمل لك كوبايتين شاي عجب يهضموا الفلافل اللي كلناها دي وتصبح كأن لم تكن. يا سلام. طب وغليت الميه اللي بعتها لنا تحيه بنتك لازمتها ايه بقى؟ يا سلام. طب ما انا جايب لك غساله اما وانت غاويه تغسلي على ايديك ومش عايز تريحي نفسك. فيها بطل. اصل احنا ناس صحاب مزاج. نعمل حسابك معانا في الشاي؟ لا يا اخويا مش عايزه منك شاي. ما تستعبطش انت وهو. انا فاهمه وعارفه كويس قوي انك عايز تقول كلام سر لابنك وعشان ما اسمعوش هتشغل الوابور عشان عارف اني بدرس منه. لكن بقول لك ايه انت وهو، لو ليكوا اسرار غراميه وعايزين تقولوها لبعض انزلوا انكشحوا من هنا وقولوها على القهوه. اهي قالت لك اسرار غراميه. يا ست اني من ناحيتي الدار امان. تقولش كده على نفسك يا بابا. اسكت هلا. الدور الباقي على ابنك. بيحب يا ستي. ابني؟ ايه ده يا محمود؟ ولا انت هتتجوز واحده من الشارع؟ شارع؟ ايه ياما الكلام ده؟ الكلام ده جبته من الافلام يا اخويا. ايوه الاسطوانات اياها. تلاقي البت قابلتك وقالت لك بحبك وبموت فيك، ده انا غلبانه ويتيمه وبصرف على اخواتي الغلابه. صعبت عليك قلت استرها مش كده؟ ما انت طالع اهبل زي ناس. اوعى تصدقي جوز بيتك الضلالي وبيتك الهبله. محمود يعمل كده برضه؟ يروح يجيب بنت من الشارع؟ ده موضوع تاني هيبقى هو يحكي لك عليه. احكي لها على ايه بس يابا؟ مفيش حاجه. ما انا قلت لك هما يومين وراحوا لحالهم مفيش حاجه. طب ويومين ليه بس يا حبيبي؟ فقت ياما، فقت وافتكرت اني مش لاقي اكل، قلت بلاش ابهدل ولاد الناس معايا. هتقول الكلام ده تاني؟ ما قلت لك ربك هو اللي بيرزق. قول لي البت حلوه وبتحبك؟ لا اله الا الله. انا قايم انام يابا. استنى اقعد. شفتي اديكي سديتي نفس الواد عن الاكل. انا برضو اللي هسد نفسه على الاكل. ماشي يا محمود خلاص. طول عمرك دلوقتي وسرك مع ابوك وبتاخد رايه في كل حاجه. طيب والله ما انا مدياك كرتونه الكحك وهبعتها لاحمد اخوك وهبرشمها وهعدهم واتمم عليهم مع احمد اللي برقبتك. وإياك تمد إيدك عليهم. اخص عليك يبقى خلي أبوك ينفعك. أيوة ما هو سرك. إنما أنا خلاص بقيت الهبلة اللي يدوبك بتطبطب وتدلع وتدعي لك وبس. ماشي يا محمود. يعني عاجبك كده يابا الفتنة اللي أنت عملتها في البيت؟ ولا يهمك. اضرب الكحك كله وقول للواد أحمد إنه ضاع منك في البجور. بس حتة فكرة بتاعت الوابور هتحرق الشقة عشان أمي ما تسمعش. ما تزوقش من الكلام يالا. بابور هيوش اهو والصوت هيعلى. قول لي بقى ايه الموضوع؟ مفيش يا حاج. نعم روح امك. اعمل الهيلمات ده كله وهب بدايه في البابور وترجع تقول لي مفيش يا حاج. ابا الموضوع المره دي ممكن يبقى فيه خراب بيوت. عايز تقول لي يعني ان اختك ما تعرفش ان جوزها ديني وبصباص بس هي بتفوت عشان بيتها ما يتخربش؟ هموت واعرف بتعرف الكلام ده منين يا عبد الناصر. قلب الام. طب بص يا ابا الموضوع المرة دي أكبر بكتير ما أنت متخيل. شافع بيتها كيف المخدرات. إيه؟ البضاعة اللي كان بيديها لنا وزعها على إنها مستحضرات تجميل ومنبهات طلعت حبوب مخدرة. من اللي بلبعتها بقت موضة اليومين دول عشان أخف من الحشيش ومكسبها أسرع. مش كده وبس، بيتاجر في كميات مهولة يابا. يا نهار أبوه أسود. مش كده وبس، ده نهار أبوها هي اللي أسود. طب ما قلتلهاش ليه يا فالح علشان تجنبها هي وابوها النهار الاسود المنايل؟ صوتك يابا، حط نفسك مطرح. عايز نخش على واحده مخلفه شحطين وفاكره ان جوزها بيحبها ومعيشها في نعيم واقول لها كل اللي انت عايشه فيه ده وهم. جوزك بيتاجر في المخدرات وانت وعيلك ممكن تترموا في الشارع في اي وقت. ما هو ده مش هيغير حاجه. ما هو لو جوزها اتمسك ودخل السجن لا قدر الله هتلاقي نفسها في الشارع. ابا ما تقوليش ان نداء الواجب بيجري في عروقك وانك هتبلغ عن جوز بنتك. انت بتتريق؟ ده المفروض انت اللي تبلغ. وبلغ عن نفسي كمان يا حاج، والنبي هو بقى كفايه المثاليه اللي ضيعتنا دي. ضيعتك فين يا روح امك؟ هقول لك ايه يابا؟ ما احنا مش هنتفق في القديم. المهم ما تندمنيش ان انا حكيت لك على الموضوع ده. انا حكيت لك عشان نشوف حل للمصيبه اللي احنا فيها. واوعى تقول انك هتبلغ عن شافع، لان انا بنفسي اللي هكلمه عشان احذره. اوعى تعمل كده. انا طبعا ما كنتش هبلغ عنه. حتى لو رحت ابلغ عنه الضعف الإنساني كان هيغلبني وكنت هفكر في طريقة تانية.
انا حاسس ان انا قاعد مع نجيب محفوظ مش عامل والله. ما هو ده من جهلكم، فاهمينكم ان العامل ده واحد بيطجن وهدومه وسخه وعرقان وعمال يهرش، لكن احنا في ايه ولا في ايه؟ هو ده موضوعنا؟ طيب ممكن تقول لي بقى هنخرج ازاي من المصيبه دي يا اديب الطبقه العامله؟ انا هواجهه، هروح له هواجهه، وبعد كده هو ما يلومش الا نفسه. بس اوعى تعمل ده قصاد ضحايا يابا، خليها اخر كارت. ماشي يا فكيك، ربنا يستر. من بكره هاخد اجازه عارضه وهروح له وهقول لك على اللي هيحصل. بس انت دلوقتي لازم تديني حاجه اقولها لامك. دي ايه يابا؟ عندك فول وفلافل انزل اجيب لك بيض بالبسطرمه؟ يا عسلك الاسود يا اخي. دلوقتي امك مش هتسكت غير لما تعرف، وهتاكل دماغ الشهرين اللي جايين دول. هي عايزه تعرف، ولو عرفت هتجيلها النوبه وهتدخل على المستشفى، وهتطلع من المستشفى تروح لهم هناك، وفي الحاله دي جايز هو اللي يروح المستشفى. اسمع، سيبني افكر كده الاقي حل. شوف بقى، اما اقول لك انت وهو، انا خلاص فاض بيا، انا مش هفضل قاعده لكم طرطور هنا في البيت، لازم افهم انتوا عمالين تتودودوا على ايه؟ ها؟ عليا النعمه. قبل ما لو... تتهوري ياما وتحلفي انك هتسيبي البيت، هو انت ليكي حته تباتي فيها غير هنا؟ وبعدين انت ناسيه ان ده بيت ابوكي؟ يعني انت اخر واحده تفكر انها هتمشي؟ لا انا مش ناسيه الدور، والباقي على اللي نسي، قالوا بقى بيعاملني زي ما اكون غريبه في البيت. يعني كان لازم تلبخ وتجيب لي الكلام. ما تخلص وتحكي يا اخي قبل النار ما تمسك في ديلي اني. حاضر يا حاج، حاضر. بص ياما، انا هقول لك على اللي حصل. الحاج دخل اوضتي كان بيقلب في حاجتي، يعني عايز يطمن عليا. قام لقى شويه ورق كده كنت لامه من كذا سفاره عشان اسافر بره مصر. ايه؟ يا نهار اسود. طب وابوك ما قاليش الكلام ده ليه؟ ما هو بقى كان خايف عليكي من الصدمه ياما، وقعد يقطن فيا ويقول لي حرام عليك امك، مش قالت لك ما تفتحش الموضوع ده تاني؟ الكلام ده بجد يا عبد الناصر؟ شفت اهي لما بتزعل مني تقول لي يا عبد الناصر. عاجبك كده يعني؟ شكلكوا كده بتضحكوا عليا. انا بنظف الاوضه كل يوم وعمري ما شفت ورق زي ده. لو كنت شفته كنت خدت بالي، انا مش جاهله. عايزيني اصدقكوا؟ قوموا وروني الورق ده دلوقتي اشوفه بعينيا. حطيت الورق ده فين يا عبد الناصر؟ ما حطيتوش، رجعته مطرحه. قوم وري الورق لامك يا فالح. مش قلت لك هتاخد صدمه لما تعرف؟ حاضر يابا، هقوم اجيب الورق. اما نشوف. أحول ورقة. ياه، كل دون ورق؟ ده بتاع كام صفر على كده؟ أهو ياما بقى اللي كنت بلاقيه، أنا هنقي. أخسى عليك يا محمود، كده برضو إحنا مش اتفقنا إنك ما تجيبش سيرة السفر دي خالص. طول ما أنا عايشة لما أبقى أموت أبقى أسافر زي ما أنت عايز. تتفرع عليك ياما، إيه اللي أنت بتقوليه ده؟ ياما انت شايفاها تذاكر سفر؟ ده شويه ابلكيشنات طبعهم من على النت. لكشات ايه؟ ايه اللي جاب سيره الخشب دلوقتي في السفر؟ ما تفهمني يا ابو محمود. هو يقصد يعني ان دي اوراق بتنزلها السفارات على النت، واللي عاوز يسافر يسحب الاوراق دي ويملاها ويقدم. بس دي حاجه مش بجد يعني. ولما هي مش بجد سحبها ليه؟ اهو بقى ياما، يعني احلم بسوق العيش. انت عاجبك الحال اللي انا فيه دلوقتي؟ مالك يا حبيبي، مالك؟ ما انت زي الفل اهو، الحمد لله. انت احسن من غيرك كتير. وبعدين انت رايح تستلم شغلتك الجديد، هي صحيح مش على قد مقامك، لكن احسن من مفيش. بدل ما تبقى زي الالفات اللي مترميين وعايشين عواله على اهاليهم. انما انت بسم الله ما شاء الله راجل وكسيل. ربنا يحميك يا حبيبي ويخليك لي. طول ما انت رامي حمولك على ربنا عمره ما هيضمك ابدا.
ونعم بالله. ربنا يخليك لي. ممكن بقى نختم بفقرة الأدعية ونعدي فقرة النصايح دي؟ أنا كلها ساعة ولازم أنزل أشوف شغل. وبعدين ياما الموضوع طلع بسيط، شوية ورق وكنت مخبيه عليك أنت وأبويا وديكوا عرفته. يعني يا دار ما دخلك شر. حسين هيكلمني الراجل صاحب الورشة. طب يلا روح أغير هدومك وتعالى عشان أرقيك. حاضر. واخد الورق على فين؟ ولا كلمة. هات بقية الورق والبابور وتعالى ورايا يا ناصر. صباح رياضة ورشاقة. صباح الخير يا شافع. صباح الفل يا روح شافع. بقولك ايه؟ ما تيجي نقعد. طب اخلص بس، انت شايف انا عرقانة ازاي؟ هخش اخد دش واقعد معاك. دش وعرق ايه؟ واحنا بتوع الحاجات دي. انا عايزك في موضوع ما يستناش، كلمتين على السريع. خير يا شافع. خير. خير يا حبيبة شافع. احمد انا خايفة عليك، بلاش اللي انت بتفكر فيه ده. بالعكس. أنا بعمل كده عشان أحمي نفسي وأحميكي. اللي زي هيثم ده طالما حطني في دماغه يا عالم هيعمل إيه؟ وهو لازم يعرف لو فكر يضرني أو يضرك إن إحنا مش هنسكت له وهنفضحه. إيه اللي أنت بتقوله ده؟ هو ده لو بيخاف كان عمل اللي عمله؟ هو عمل اللي عمله عشان كان مستفرط بيكي. إنما دلوقتي الوضع اتغير. دلوقتي معاكي راجل. راجل هيحميكي. وعمري ما هغفر له اللي عمله فيكي أبداً. بص يا أحمد، أنا عارفة إنك عينة دي وإني عمري ما هقدر أغير لك اللي في دماغه. بس عشان خاطري. عشان خاطري فكر كويس قبل ما تتصرف. انا خايفه يكون معاه حرس ويأذيك. لا اطمني، هو من كتر غروره عمره ما هتوقع اللي انا هعمله. وبعدين يعني انا هعمل ايه؟ ده انا مواطن غلبان. الموضوع كله رساله وهتوصل في دقايق. خد بالك من نفسك، واول ما تمسك الشغل اطمني. لو لقيته مش قد كده اصبر لحد ربنا ما يفركها. عندي أمل الظروف تتغير في المصنع وأشوف لك شغل معانا هناك. يا بدعي بس المصنع عندك أنت ما يتقفلش وأنا في الآخر أدور لك على شغل. يا ساتر على لسانك يا أخي، طالع لأبوك صحيح. بقولك يا حاج، بلاش تحبكها زيادة عن اللزوم في موضوع شافع. بنتك عندها عيال وشافع ده راجل حويط، وأوعى تفتكر إنه ما رماش الحاجة لحد ما يطمن إن أنا ما افتحش بقي خالص. اطمن، أول ما تخلص قعدتي معاه هكلمك. انتوا ايه حكايتكم؟ ما زهقتوش من الودوده؟ في ايه المره دي؟ مفيش ياما، كان بيقرا لي ايه الكرسي في وداني. يا سلام، وهي سر يعني ما يعلي صوته وهو بيقراها؟ اما انا مش عاوزك تعرفي انه نازل، انت ما بتحبيش لحظات الوداع. لا المره دي هودعه، اصل انا بصراحه مش قادره اسامح نفسي
اني بهدلتك قوي. ودي كانت بهدله بس ياما، ده انا اتمرمطت في الاوضه جوه كده اهو. طيب يا ابن الكأ ابن كامل الاوصاف. ايوه كده، اعدلي نفسك. بقول لك ايه يا حبيبي، خلي بالك من نفسك وابقى تدفى كويس بالليل. حاضر. ها احسن البحر غدار وقرصته ساقعه قوي. وخلي بالك من احمد اخوك، حطه جوه نني عينك من جوه. قولي لاحمد هو اللي ياخد باله مني، اسكندريه دي ملعبه يابا. طيب وابقى اقسم بقى معاه الكحك والليمون المعصفر، ما تسمسرش، اقسم بذمه وضمير حكم انا عارفاه. طب خلاص ياما بقى، انت مخلفه هجام عشان تحرم تسيب امك تاني ان شاء الله حتى في الابلكاشات. مع السلامه، خلي بالك من نفسك. حاضر ياما. عين الله ترعاك يا ولدي. لا اله الا الله محمد رسول الله. يا سلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. يا رب يحميكوا يا ولدي ويخليكوا ليا وما يدرونيش فيكوا ابدا يا رب. واحد الا ايه يا محمود؟ ايه يا محمود؟ في هو انت حد مسلطك عليا عشان تقطع عيشي؟ الاول ولعت في المركب ودلوقتي جاي تضيع السناره؟ في ايه يا محمود؟ انت عايز مني ايه؟ تقولش السناره شقطت لك نص السمك اللي في البحر ده، انت تلاقيك ما طلعتش بسريه يا حد، مع ان امك قايله لي انك طالع من الفجر. امي؟ قلت له وداك عند امي. انا اللي غلطان، انا كان لازم اقول لها ان انت اللي ولعت في المركب عشان تولع فيك وارتاح منك. اصيل يا سالم اصيل. اتاري الست اول ما شافتني قعدت تبوسني وتحضني، دي حتى سالتني على 20 جنيه سلف. يا نهار اسود، اوعى تكون اديتها محمود، هتجيب بيهم ترامادول. عيب، وانا هطوح عن امك، انا نفحتها مياه يا حته واحده، مش احسن ما تنحرف يا سالم؟ بس يا عم بس انت جاي عايز طولك وجاي تعايرنا، مياه ايه اللي انت بتتكلم فيها؟ انت عارف المركب اللي انت حرقتها بكام؟ ماشي يا سالم. وادي يا عم 200 جنيه كمان لاخويا وحبيبي سالم، اظن كده نبقى خالصين. خالصين ايه يا عم؟ 300 جنيه اللي انت جاي تتكلم فيهم دول، انت عارف المركب اللي انت حرقتها دي بكام؟ انا غلطان ولا 100 ولا 200، مفيش فلوس خالص يا سالم. خلاص يا اخي، ده انت حنبلي قوي. ايوه كده، تصدق كنت هزعل جدا لما كنتش خدتهم. حبيبي يا سالم والنعمه حبيبي. شعره من دقن الخنزير. انت بتقول ايه يا ياض؟ لا ما بقولش حاجه يا اخي، ما بقولش حاجه. بقول لك تروح بورسعيد تاني؟ لا خلاص مفيش بورسعيد تاني، لقمه العيش ما لفقتش هناك. انا هطلع اسكندريه. يا فرج الله، اسكندريه؟ هو التعيين بتاع الجامعه جه؟ تعيين مين يا عم؟ ما انت عارف اللي فيها. جات لي شغلانه في ورشه ميكانيكا هناك. لا حول ولا قوه الا بالله. ذنبهم ايه الناس بتوع الورشه اللي انت هتشتغل عندهم؟ وليه الغلط؟ ولا ما بس يا اخي، ما انت عارف البوق اهبل. قول لي بس وحياه ابوك يا محمود، شوف لي معاك اي شغلانه في اسكندريه. اديك شايف حال مؤشفر والدنيا ناشفه. انت تؤمرني بس يا سالم، ها؟ تؤمرني بس، انت عارف اسكندريه كلها صيادين، ومانع الصيد شغال هناك زي ما هو شغال هنا، وانت حمار ما بتفهمش حاجه في الصيد، حتى المهنه اللي ورثها ابا عن جد ما بتفهمش فيها حاجه. لا 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 لا، ليه الغلط ده يا عم؟ انت هتدينا 300 جنيه هتقف تزلنا بيهم؟ طب يا نهار يا راجل، اسكت بلا، دي معرفه يا راجل. اقعد يا عايزك. اوعى يا عم، مش عايز اعرفك يا عم، انا عايز اكلمك يا هتوحشني يا ابن اللذين. يا حسين حالا هكون عندك. يا سيدي ما كانوش كلمتين، الراجل بينصحك لوجه الله واديني النصيحة. على عيني وعلى راسي يا حسين، بس هو محسسني ان في ازازتين خمرة تحت باطي ومزتين على حجري. استغفر الله العظيم، تموت وتكبر المواضيع يا حودة. كل ما هنالك ان الراجل صاحب الورشة اللي انت رايح له بيحب يشغل الناس الملتزمة، فما فيش مشكلة انك تلتزم يعني. ما انا متنيل على عيني وباجي على لقمة عيش اهو، هو في التزام اكتر من كده؟ اقول لك على حاجة، خليه يروح ينصح الجامعة تقطع تقرير الامن بتاعي وتعينني واخد حقي. بلاش يا سيدي، خليه يروح يقنع اهل شيرين ان هم يجوزوني بنتهم من غير ما يعرفوني. خلاص حال البلد كله اتصالح، مفيش غير حال محمود هو اللي مايل. لا ما تقلقش، كل حاجه هتبقى تمام باذن الله، بس خلينا نلحق وقتنا. الموقف يا اسطى، يلا بينا. توكلنا على الله. استناني يا اسطى ثواني وراجع لك. شفت بقى انك غلطان وان انا اقدر اعيش من غير ما انصح حد؟ اديني استحملت الزباله اللي كان مشغلها طول السكه وما فتحش بوقي. على انا يا حسين الكلام ده؟ طب ايه رايك ان انت مخليه استناك عشان طول ما انت راجع في الطريق تهرينا صايح لحد ما يولع في الكاسه اللي بيسمعه ويحرق التوك توك بتاعه؟ وانا مش فاهمك. بص يا عم عشان ما تفهمنيش غلط، طول ما انت بتنصح بالحسنى من غير ما تنزل على حد انت حر. بعدين خلاص بقى يا حسين، اخدت يومك كله، سلمني على هدى وجرمق العيال.
سلام لحسين. اشوف وشك بخير يا حوده. الله يخليك. خلي بالك من نفسك. وانت كمان اوعى تنسى نصايح الحاج اسماعيل. انا ناقصك. اطلع يا اسطى اطلع. بلطيه ايه وسمكه ايه؟ مش تتقي الله؟ ايه النيله دي؟ محمود، ازيك يا محمود؟ ازيك يا شيرين؟ ازيك يا طنط؟ عايز ايه يا محمود؟ مش كفايه اللي عملته فيها؟ عملت ايه بس يا طنط؟ لا اله الا الله. انت عايز تفهمني انك بتعرفش ايه اللي حصل لها؟ ام عماد قالت لي على كل حاجه، وقالت ان امك عارفه كل حاجه وعماله تتكلم في الموضوع. مفيش حاجه بتستخبى يا محمود. رايحين يودوني للشيخ يا محمود عشان يطلعوا العفاريت اللي عليا، يحسبوني ملبوسه. ما تكلميش معاه وتعالي هنا. امشي يا ابن الله ليسيقك. ابوها راح يجيب حاجه من الكشك، ولو جه لقاك واقف هنا بتتكلم معاها انت عارف لسانه ومش هيسكت وهيفرج علينا الخلق. انت كويسه يا شيرين؟ اتلمي يا بنت شويه. كنت عارفه ان انت هتسالني السؤال ده. حلمت بيك وانت بتساله لي يا محمود. انا عارفه ان انا مش هون عليك. بعدين بقى في الفضايح دي يا ربي. امسكي نفسك شويه يا بنتي. أمه. في ايه يا محمود؟ عايز مننا ايه يا اخي؟ ما تسيبنا في حالنا بقى. خش العربيه. حاضر حاضر يا اخويا. خش يا بنت. خليك فاكرني يا محمود والنبي. يا بنت خشي بقولك. ادخلي ابو شكلك. خشي. حاضر حاضر اهو. بس دي مخاطرة احنا مش قدها يا شفيع بالوقتي. اللي مش هياخد مني هياخد من غيري. ما تقلقش. كله هيرجع ياخد مننا تاني بعد كده. لحد بيعرف يجيب نوعية البضاعة اللي أنا بجيبها ولا بيبيع بالسعر اللي أنا ببيع بيه. أنا مش معاك. صاحب الكيف هيكيف نفسه على أي حاجة يقابلها. وكده هتبقى بخسارة. بقول لك يا كامل ما توجعش قلبي بقى واعمل اللي بقول لك عليه. لما أشوف آخرة مشوار محمود ده إيه. أنت مش قلت لي إنه ما حكاش لأبوه. الواد ده عاقل مش هيخرب علاقته. قلت لك اعمل اللي بقول لك عليه، الحاجات دي ما فيهاش مخاطرة. أي غلطة في الموضوع ده تهد الدور كله. Thank you.
افتح يا احمد. لا اله الا الله يا ابني، افتح بالجحر اللي انت ساكن فيه ده. يا احمد. ايه يا ابني؟ اهلا، ازيك يا محمود؟ ازيك يا استاذه منى؟ هو احمد ساب البيت ولا ايه؟ لا ما سابش البيت. ما سابش البيت؟ امال فيه؟ تعال اتفضل ادخل. تعال تعال ادخل. اتفضل. اه انا شكلي جيت في وقت مش مناسب ولا ايه؟ لا ابن، ازاي ده بيتك؟ احنا اللي ضيوف هنا. بس يعني يا احمد ما قلناش انك جاي. اما ما بيعرفش اصله من محل فاني، اكبس عليه اشوف اذا كان عنده بنات ولا لا. ما شاء الله لقيت عنده اولاد وبنات. هو في ايه؟ تعالى انا هفهمك زي ما انتوا يا جماعه. كملوا الدار امان. في ولاد وبنات. تعالى بقى. يلا يا محمود. انت طبعا سمعت عن قضيه خالد سعيد الله يرحمه. اه سمعت عنه. بعد بكره هيبقى في جلسه عشان يحاكموا اللي قتلوه، فاحنا بقى متجمعين كده وعايزين نعمل وقت الجلسه مظاهره كبيره جدا. على فكره احنا مش لوحدنا، احنا معانا 6 ابريل وحركه كفايه وشباب كتير من الاحزاب. بس انا ليا سؤال بقى، انتوا ليه متجمعين في بيت احمد؟ عشان متراقبه. بص انا مش هكذب عليك، اخوك مرصود جامد جدا اليومين دول. طمنتي قلبي. اه كده انا فهمت، الشقه متراقبه واحمد مرصود. ده ايه الحذر اللي انتوا فيه ده؟ انتوا ايه بتسهلوه على امن الدوله عشان تيجي تلموكوا كلكم مره واحده؟ بص انت برضو مش غريب، انا هقول لك. احنا عندنا شكوك قويه جدا ان في ميكروفونات في الشقه بتنقل كل حاجه على الهواء. احنا بنعمل ايه بقى؟ بنتجمع ونقول كده اي كلام، يعني قال يعني دي الخطه اللي هيحصل وقت الجايزه، بس في الحقيقه حاجه تانيه خالص هتحصل. اه بتتكلموا بالسيم يعني؟ لا السيم ايه؟ اللي فعلا هيحصل فيه ناس دلوقتي قاعده في مكان مش متراقب بيخططوا له. يعني قرب الوقت حبوا يبلغونا. كل ده عشان تعملوا مظاهره؟ يا نهار اسود، امال لو عايزين تقلبوا نظام الحكم كنت عملتوا ايه بس؟ نقول لهم النبي. على فكره اليومين دول مضايقينها علينا جدا. بقول لك ايه؟ ما تتفضل معانا، احضر معانا. لا لا اعفيني معلش. لا لا بجد اتفضل. لا صدقيني متغدي ما اقدرش. انت ايه خايف؟ على فكره بقى انت بالذات مش المفروض تخاف، مش المثل بيقول ضربوا الاعور على عينه قال خسرانه خسرانه؟ مش خسران. الله يبارك لك في نظرك يا ست. امال احمد فين؟ قولي لي والنبي انه مع المجموعه اللي بتحط الخطه عشان اطمن على مستقبله والحق اطمن امه. لا لا احمد مش بيشارك خالص في حططان خطط، اصل بصراحه مندفع ومتهور حبتين، ولو مشينا وراه كلنا هنروح في 60 داهيه. بلسم بلسم، كلامك بلسم عارفه بيخلي الواحد قاعد معرفش كده. انت عارفه انا كل ما افتكر ان احمد خلاني اوكلك كمحاميه اتاكد ان عمري ما هشم ريحه الجامعه لحد ما اموت. انا ايه اللي جابني السعاده ما اعرفش. جنين تلا؟ ايه يا باشا، مش الشرطة في خدمة الشعب والشعب عايز توصيلة، ولا حضرتك أكبر من الشرطة والشعب؟ تعرف إن أنا لو ضربتك بالنار دلوقتي ما خدتش فيك يوم سجن؟ هتبقى تعدي على ممتلكات خاصة؟ لا وهتمسكني سلاح وتقول إني كنت بحاول أسرقك، زي حكاية لفافة البانجو بتاعت خالد سعيد. في الخيال يا باشا، عيب لما الدولة تكون صرفت عليك دم قلبها تفكر زي المخبرين. عايز يالا. أنت اللي عايز مني يا باشا؟ ما ماشي ورايا مخبرين ليه؟ رسالتك في النشاط الديني برضه؟ أنا مالي ومال النشاط الديني؟ أصحيح أنت حضرتك بتخدم الدكتور شامل؟ اللي قولي هو المخبر وصلك الرسالة اللي بعتها لك امبارح؟ أنت عارف لو الإشارة فتحت دلوقتي وأنت لسه قاعد بتلوك وتعجن كده هفتح الباب وأرميك منه. أنا عامل حساب بس عشان في الشارع. لا وفي عربيات وناس، أنا عامل حسابي برضه. بس اسمح لي إني أبدي إعجابي بحضرتك وجدعنتك مع صديق عمرك، بجد حاجة محترمة وشيك جدا. بس تفتكر هيكون رد فعله إيه لما يعرف اللي عملته في أخته اللي ائتمنك عليها وسابها أمانة في رقبتك لما راح البعثة؟ تفتكر برضه مهما كان الراجل متعلم ومتحضر هيقدر ينسى اللي حصل؟ إذا كان ابن الناس الغلابة اللي زيي حالف إنه هخلص فيك طارق العايل اللي راجي أجهضته. إيه؟ مستغرب إني عارف؟ أنا أعرف عنك حاجات كتير. وأقسم لك بالله لو ما بعدتش عني وعن راجية لأكون موزع فضايحك في منشورات مش بس لأم عيالك، لأ لحبايبك في النشاط الديني اللي أنت مبهدلهم.
وفيها اسمك وعنوانك وصورتك. ده تحذير وقد عذر من انصر. سلام. انت بتضحك؟ قوم قوم يا ابني. قوم، انت مش عارف انت بتعمل ايه في روحك. ده الكلام اللي اتقال في بيتك ده ها يوديك في 60 ده يا انت واللي كانوا معاك هنا. انت مش خايف على امك يا ابني تروح فيها؟ يا عم انا مالي يا عم، انا ما كنتش معاهم. الدور الباقي عليك بقى، انت اللي مش هتعرف تفلت منها المره دي. لا يا حبيبي عيب، ودي تفوتني. انا امنت نفسي وتمام التمام وبعدها، وبكرر تاني انا بثق في الرئيس قائد سفينة الوطن الذي يسير بها وسط الأمواج المتلاطمة سفينة ويمخر بها عبر عباب البحر حتى تصل بنا إلى بر الأمان. أه؟ يا سلام. سفينة إيه بقى؟ ما السفينة غرقت وفيها 1100 مواطن. قائد قطار الوطن اتحرق في الصعيد. قائد طائرة الوطن وقعت في الأطلنطي. شوف لك مواصلة نتكلم عليها النهاردة يا أحمد. بقول لك إيه، هتقول لي قائد بيجو الوطن؟ مفيش يوم بيعدي غير لما يتقلب 6-7. ايه يا ابني؟ ايه يا ابني؟ انت قفلتها في وشي كده ليه؟ ما هي مقفله يا محمود، انت عارف والناس كلها عارفه انها قفلت. طب والحل؟ مفيش حل. انت عايز بعد الانتخابات المزوره دي يبقى في حل؟ ثوره الجياع جايه وهتاكل الاخضر واليابس وهتشوف. يا ستار يا رب. يا ابني انت فاكرها حاجه حلوه؟ لا طبعا، بس ما هياش باختياري ولا باختيارك. التاريخ بيقول كده، لما تسد قدام الناس كل طرق التغيير ما يفضلش غير ثوره الجياع، وساعتها لا هينفعهم لا امن دوله ولا امن مركزي ولا دياوله. انت عبيط يالا، انت في حاجه في مخك؟ هو انت فاكر لما تحصل ثوره الجياع دي هيعينوك وزير؟ انت هتتاكل في الرجلين يا حبيبي زيك زي غيرك. ما عشان كده بشتغل انا واللي زيي بايدينا واسناننا، عشان نصحي الناس ونخليهم يخافوا على بلدهم، وعشان يعرفوا ان هما بيتضحك عليهم بالهبل اللي اسمه بر الامان واستقرار. برضه يا احمد ما تنكرش، احنا عندنا برضه شويه استقرار يعني. يعني احنا احسن من غيرنا يا اخي. بأمارة إيه؟ كل يوم إضرابات ومظاهرات وناس بتنتحر وناس بتموت في مستشفيات معفنة وتعليم بايظ وشباب زي الفل بترمي نفسها في البحر عشان تهجم البلد. يا شيخ يعني على أبو ده استقرار؟ أنت فاكر بقى إن أنت هتحل كل ده لوحدك بشوية هتافات ويفط؟ إذا كان أبوك وجيله اترموا في سجون ومعتقلات وما عرفوش يصلحوا حاجة، ده بالعكس باظت وزروطت. أديني بحاول، مش أحسن ما أقعد أتفرج زي خيبتها؟ لاحظ ان كلامك جارح يا حماده، وانت اخويا الصغير واكيد ما تقصدش عشان بتحبني، وانا بحبك، انما لو تقصد هضربك بالبول خلي فرك. لا يا كبير، ده انا حبيبك. ينعل ولا بلاش، انا غلطان اساسا اللي بتكلم معاك، انا شويه وهقوم انام، انا عندي شغل اصحى لهم الفجر يا اخي. يلا، ربنا يوفقك، املنا فيك كبير. انت بتتريق يالا ولا ايه؟ انا عارف انك حققت حلمك اللي دخلت عشانه الجامعه وطلعت الاول. انت عايز ايه مني يا احمد؟ عايز ايه يا اخي؟ عايز مني ايه؟ انزل اولع في نفسي في الشارع عشان تستريح يا احمد؟ انا قلت كده؟ انا عايزك ما تاخدش اقل من حقك، عشان لما بتاخد اقل من حقك بتساعد اللي ظلموك انهم يعدوا بظلمهم. انزل بقى اعتصم في الجامعه واضرب عن الطعام عشان تيجي امن الدوله تلمني واروح في توكر، وامك تروح فيها. ما انت جبت لي منى المحاميه، عملت لي ايه؟ بقى لي سنه ما خدتش منها حق ولا باطل. بقول لك ايه؟ طول ما انت بتاخد مصروف من امك وابوك ما تتكلمش معايا خالص. سيبني في حالي يا اخي، انا غلطان اساسا اللي جيت ابات عندك، عارف انك هتسم بدني، بس اعمل ايه بقى في امك؟ راسها والف سيف اجي اطمن عليك، فاكرك شايف دراستك يا اخي. خلاص بقى يا محمود، ما كانوش كلمتين. حقك عليا. صحيح فكرتني اكلم امي لحسن تزعل. بقول لك ايه؟ انا هكلمها واديك التليفون بس مش هوصيك، انا عايزك تظبطني. اي خلافات ما بيننا مش معناها انك تقل اصلك معايا، لا ده انا حبيبك دلوقتي. انا اوعى دلوقتي حبيبك، انت عارف انك مهما تنيلت وعملت لازم اقول لها كلام عدل عشان صحتها. ما انا عارف، بس انا عايزك تظبطني. هظبطك اوعى. طب بص، انا عايزك تقفور. هقفور امك نفسها. انا عايز شعر. هشعر. تعالى يلا.